طبعا انا جبران باسيل بدي من امبارح كان في كلام حول رئاسة الجمهورية، يعني نحن اسم الله كل حدا بيطلع بيحط لنا مواصفات للرئيس، ان كان مجموعه السفراء سفراء الدول الكبرى، وان كان طيب البطرك الراعي يمكن كراس الكنيسه وهيدا يمكن بحق له يحط مواصفات للرئيس، بس انه كل حدا بيطلع بيحط له مواصفات أولاً للرئيس. بالنسبه لبكركي وللبطرك الراعي عم بيستمع عم بجوج المجموعه صحيح. اسماء هيدا الصرح مفتوح امام الجميع، وعم بقول لك اولادي بالطائف اولادي بالطائفي عم بيجوا يحكوا، ما هي عم نقول عم نقول للبطرك هي يمكن بحق بس البطرك اعلن اعلن لمح لشو للمواصفات اللي عند اللي حط البطرك المواصفات اللي حتى البطرك لا تنطبق مع الكلام اللي قاله امبارح جبران باسيل. طيب هل عم نقول بعد امبارح عم نقول جبران بدي كتلة وزني تفضلي اوكي صلاحياته انه يقدر ينفذ صلاحياته بالصلاحيات الموجوده بقدر الامكان، شخصه ومواصفاته والتمثل بكتله نيابيه ووزاريه، برجع بقول القرار عند الممثلين الفعليين، يعني هون معروف شو بيقصد، يعني صاحب اكبر كتله ومعروف على مين عم بيلطش ايضا كمنافس اساسي له بالموضوع، بيقول انه على بكركي ان تقوم بالمبادره وسنتجاوب معه، ما بعرف عن اي مبادره عم يحكي، اذا مثل مبادره الاجتماع الرباعي او الاقطاب الموارنه او ما الى ذلك. تفضل. اولا اللي قاله امبارح عم بقول انا انه بده يكون كتله وزني، هذا الامر ينطبق على جبران باسيل وينطبق على سمير جعجع، انه كل واحد عنده واحد لا ينطبق على سليمان لا ينطبق على سليمان فرنجيه ولا ينطبق على اخر ماروني بالجمهوريه اللبنانيه بهيدا المحل، بس هو عم بحاول ظنا منه انه بعد في عنده سلاح، بعد في عنده مقاربات، بعد في عنده محاولات انه يكون هو رئيس الجمهوريه، او على الاقل ومن حقه هيدا الموضوع انه هو عنده 19 20 نائب ان يكون هو المفوض الاول بانتخابات الرئاسه. انا بدي احكي شغلي ورمحت لها بمقال من اسبوعين، في ظل هذا الانقسام بعد حركه وليد جملات الاخيره هلا بنحكي فيها، هلا حنحكي فيها بالتفصيل لانه إذا علي كثير قادر 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 جبران باسيل وبعده احتمال انه هو وسمير جعجع بيعطل الانتخابات. بيعطل الانتخابات. بس شو بيجمعوا هلا؟ هو هون السؤال، ماذا لو ماذا لو اجتمع الاثنان انه اخر شيء اكيد نحن بنلتقي بهذا الموضوع، اللي عم بيعملوا بينطلق في امكانيه برايك؟ في امكانيه ضئيله وقليله ممكن نوصل، هذا احتمال، بس ولكن لما ينطلق منه اليوم جبران باسيل هو موضوع الميثاقيه، عم بقول انتم الطائفه الشيعيه الكريمه بتختاروا البتكونيه، انتم بالطائفه السنيه بتختاروا البتكونيه، بس انت امبارح جبران باسيل كنت ضد الرئيس الحريري وكنت ضد الرئيس ميقاتي، يعني اللي عم بتقول امبارح بدك شيء وزن، انت هيدا المقاربه اللي عم تقدمها لا تنطبق على ما قدمته حيال السنه، عم بقول اليوم هو انا خلينا احنا كمسيحيين ان تكون لنا الكلمه الاولى للمسيحيين وللموارنه تحديدا بهيدا المحل، وبدي اقول لك هيدا الكلام بياخذ صدى بالشارع المسيحي، بعد الانتخابات النيابيه جبران صحيح جايب 20 نائب، لكن كان منكسر في انكسار عنده، كان سمير جعجع طالع، اليوم شو عم بقول سمير جعجع؟ خلينا نوصل همه سمير جعجع شخصية من غير الممانعة، شخصية مثل هو يعرف انه ما بيقدر يوصل، عم يسعى الى وضع اسم واحد، هو بيعرف انه ما فيه يحط اسم، بس هلا اكل كف جديد من وليد جنبلاط هلا بنحكي سمير جعجع، يعني ما شوف قديش كمان في قدرة، وكان كل الوقت عم بيقول معنا 67 نائب، لا لا هلا فحنشوف وين صرنا هلا بمكان اخر، يعني هو عم ينطلق من الموضوع الميثاقي انه انا في عندي 20 نائب وما لمح لسمير جعجع بهذا المحل انه الكلام سيكون لي، انا بتقديري ستكون له الكلمه في موضوع رئاسه الجمهوريه جبران باسيل وسيكون المفوض الاكبر بهذا المحل وهيدا حقه ولعبته السياسيه. طيب خلينا نفوت ببعض النقاط، سيكون له الكلمه الابرز ولكن هل له الحظ الاكبر؟ لا خلص الحظ صعب، ما هو صعب كمان الحظ. كمان في شغله طيب. خلينا نمشي فيهم وحده وحده، بس في شغله امبارح على طول من الامور بزت كلام هيك على الفاضي، مثلا انه انتخاب الرئيس من الشعب حبيبي هلا هي سمعناها قبل انتخاب الرئيس، هو كان في عنده هلا حسنا من الشعب، كان في عنده انتخاب على دورتين، شو عم بقول على دورتين؟ يعني كان عشوائي، خلي المسيحيين ينتخبوا شخصين وهو الشخصين بيزموا فيهم كل اللبنانيين. امبارح عم بسمع من حدا مسيحي حريص على بكركي وحريص على المسيحيين انه حزاره تفوت هالفوت يا اخي، شو بدك بانتخابات الشعب؟ اترك خلينا نحن مثل ما هن، خلي مجلس النواب، انت بدك تغير الدستور بهذه الفتره القصيره وتعمل انتخاب من الشعب. هي لو بدها تصير كانت صارت قبل انتخاب الرئيس عمر. عم هيدي بنحكي فيها من الحركه الوطنيه من ايام كمال جملاط الله يرحمه. اوكي بس انه ما هلا ما الا ما الا ما في قدره يعني، بس مثل ما قلت في كلام شعبوي عم نحكي فيها من سنه 52
من 52 الجبهة الاشتراكية بتقول آخر مرة بيكون وقعوا على وثيقة، آخر مرة ننتخب فيها رئيس ماروني، خلي يكون مفتوح أمام الكل. أيام كمال جنبلاطو غسانتوي، بس كان في عصر ذهبي أنذاك. للأسف اليوم في عصر أسود، عصر سياسي منحط، وأنا ما عم بستسلم. خلينا نكفي النقاط. قلنا فإذا حظوظ جبران باسيل معدومة، ولكنه يقر، هو بيقدر يكون مقرر بالموضوع ومقرر الموضوع الرئاسي، وهذا من حقه. أنا فوت أبعد بالموضوع. في مرشحين عند المسيحيين، مرشحين أساسيين وفي مرشحين آخرين. مع سام نحكي أساسيين، تحكي بجبران باسيل وسليمان فرنجية، بعدين في عندك قائد الجيش، وعندك المجموعة، مجموعة المسيحيين الموارنية اللي صارت معروفة أسماء، مش كل مرة بدنا نرجع نعيد الأسماء. طيب اليوم إذا كان حزب الله، ونحكى هذا الكلام، حريص جدا على أنه الرئيس يكون من ضمن الخط ويكون من ضمن 8 أدار، إذا حظوظ جبران قليلة إذا حظوظ سليمان فرنجية عالية، هل ممكن يصير في عمل سيد حسن نصر الله جمع سليمان فرنجية وجبران باسيل، ولكن على ما يبدو مثل ما هو ظاهر لا، انفخت الأفرجة من جديد وفرطت الأمور ورجعت، كانوا عملوا شوية هدنة كلامية، خلينا رجعت الأمور ترجع تعلى وعم تغلي من جوا وفعليا فرطت بيناتهم. طيب يعني لوين منكون رايحين بهذا المسار؟ أولاً كلام جبران امبارح بيأكد انه الامور فرطت. جبران بيأكد حتى من قبل هذا الكلام اطلق مجموعه من الاشارات. هو بالاساس، بنحكي صراحه، هو لا يقبل بسليمان فرنجي رئيسا لهذا المحل. سليمان فرنجي اليوم عم بيقدم حاله انه هو مرشح 8 اذار. سليمان فرنجي عم بيقدم حاله انا مرشح على تواصل مع مختلف الافرقاء، وقدران جيب ال 65 صوت بهذا المحل، بشرط انه جبران يمشي معه. انا بتقديري جبران مش بهذه السهوله يقدر يمشي مع سليمان فرنجي بهذا المحل، علما انه سليمان فرنجي عنده مجموعة من العناصر التي تساعده في الداخل والخارج أنه يقدر يصير رئيس جمهورية. هذا الأمر متروك بكرة لتوزع القوى وموقف جبران بهذا المحل. كمان في حدا عم بيقول لك أنت 65 نائب ما فيك تحكي ببلد. أحد السفراء الأوروبيين كتبت أنا الجمعة الماضية ما بدي أسميه، بقول حرفيا أنه رئيس 5 من 65 صوت ما بيقدر يحكي، ما في انقسام داخل المجلس النواب. على الأقل يكون لحد 80-85 صوت، ساعتها بتقولي بيقدر هذا الرئيس، بغض النظر كان سليمان فرنجي أو غيره. بس حدا بيقول لك هلا سليمان فرنجي خارج السباق، لا، بعده الرجل بالسباق رغم كل الكلام اللي قاله جبران باسيل. هيدا بموضوع سليمان فرنجي. اثنين، هو بده يحاول اخر شيء قد يقبل جبران باسيل بشخصيه ماروني تكون في له يد فيها، يكون في له تاثير فيها. اعطيني مين يعني قلنا انه هيدا الصراع بيناتهم بده يخرج الامور وياخذها الى طرف ثالث او الى ازم ثالث. حضرتك كتبت ايضا هل يمكن التوافق على شبه لسركيس، للرئيس الراحل الياس سركيس، وفي كثير كلام بهذا الموضوع انه ما احوجنا اليوم الى رئيس مثل الياس سركيس. في اليوم الياس سركيس بالبلد؟ اول شيء خلينا نعرف شغله، ايام الياس سركيس كان النظام السياسي يختلف عن اليوم، كان رئيس الجمهوريه، كان ملك عشوائي يعني بدون تاج، كامل الصلاحيات، الكلمه الاولى له بالحكومه، الكلمه الرئيسيه له داخل مجلس النواب. فاذا اي قاعده ان الياس سركيس اليوم معنا لا صلاحيات ولا كلمه ولا شيء. بس رغم هيك اكيد بنقدر نلاقي داخل هذه الطائفه المسيحيه المارونيه، ما بدي اسمي طائفه، ما فيك تسمي، لما بتكتب انت بهذا الاطار ما فيك تقول لي ممكن مين هو اللي ممكن الشخص اللي بدي اسميه هلا اجي يقول لي اخر شيء ليش سميتني بهذا المحل، اللي انت حرقتني بهذا الموضوع. كرمال هذا الشخص، انا شخص واشخاص كثير، طائفه غنيه والذي داخل الطائفه المارونيه الكريمه، قادرين نلاقي عشرات الياس سركيس مثل هذه الشخصية. عم بقول حزب الله وحزب التقدم الاشتراك انه نوصل لشخصية غير استفزازية مقبولة من الجميع. اذا هيدا البلد، اذا انتم كافرقاء في لبنان وفي هذا التوقيت ما قدرتوا وصلتوا لرئيس جمهورية، على الدنيا السلام على لبنان وعلى كل هذه الطبقة السياسية اذا ما قدرين ننتخب رئيس جمهورية. اذا حدا بظن انه بكل سهولة منعطل المجلس سنة وسنتين وسنتين ونص، الظروف اختلفت عن ما قبل انتخاب الرئيس ميشيل عون. نحن ببلد مؤسساتنا ما في شيء، ما في كهرباء، بالسجون المؤسسات، بلد فارد، بلد تحت الارض، اخر شيء عندها هي ومصالحنا الشخصيه بدنا نغلبها على مصلحه البلد. كل هذه الطبقة السياسية وكل رؤساء الكتل والنواب التغييرين أمام مسؤولية كبيرة، وأنا بتقديري كل من لا يذهب ويحاول يعطل جلسة الانتخاب ويأمن النصاب 86 نائب هو يساهم في قبل ما نوصل إلى الذهاب لجلسة الانتخاب.